أصدرت السلطات النمساوية قراراً جديداً يتيح للراغبين بإكمال دراستهم الجامعية في الجامعات المحلية، وذلك عبر تعديل شهادة الثانوية العامة ضمن فترة تحضيرية تمتد لعام دراسي كامل دون فقدان حق في الحصول على المعونة الاجتماعية. ويستطيع الطالب الحصول على منح دراسية سنوية تعوضه عن تلك المعونة. مراسلنا عمار دندش من النمسا. مشاكل عدة تواجه الوافدين الجدد إلى النمسا في حال قرروا إكمال دراستهم الجامعية، فالدراسة هنا تعني خروجهم من برنامج الرعاية الاجتماعية. تختلف القوانين المتعلقة بالدراسة والضمان الاجتماعي من بلد أوروبي إلى آخر، وخصوصا القوانين التي تخص الدراسة الجامعية للاجئين. في النمسا يفقد اللاجئ حقه بالحصول على المساعدة الاجتماعية الشهرية بمجرد دخوله إلى الجامعة وإكمال دراسته، ما شكل عائقاً كبيراً في طريق اندماج اللاجئين بالمجتمع. مشكلة دفعت مكتب العمل إلى البحث عن حلول جدية، كان أولها يتعلق بتعديل الشهادة الثانوية. للطلاب اللاجئين أهم شيء في التهيئة للفترة الجامعية المقبلة ومسمى فورشو ديال لينغ أو ما قبل الجامعة. قبل كان المشكل عند الطلاب أنه عندما كان يهيئ فكان عنده مشكل دائما مع مكتب العمل وعنده مشكل مع الماجستات 40 في إطار المسائل المادية. الآن أصبح قرار أن اللغة وما قبل الجامعة وما يسمى التهيئ للفترات الجامعية كذلك يدخل في إطار الماجستات 40، يعني أنه من حق الطالب اللاجئ أن يتقاضى ماهية السوسيال أو ماهية المنتزية. يستفيد من القرار الجديد الطلاب الذين لم يتجاوزوا سن 30 بشرط التحاقهم ببرنامج تحديد الكفاءة، حيث يحصلون على خطة باحتياجاتهم لكورسات اللغة وغيرها من المواد التمهيدية. إلا أن الطالب وبعد الانتهاء من المرحلة التحضيرية سيصبح طالبا نظاميا في الجامعة، ما يعني ضرورة فقدانه للمعونة الاجتماعية. بمجرد أن يتحول الطالب من طالب غير نظامي إلى طالب نظامي في الجامعة يفقد حقه في مسألة المساعدات الاجتماعية، وبذلك يفقد الدخل المالي، ولكن ثمة بديل وهو الحصول على المنح الدراسية والتي يتقدم لها، وهي عبارة عن مبلغ مخفض عن المساعدات الاجتماعية بجزء بسيط تساعده على الدراسة، وهنا يعامل معاملة الطالب النمساوي مثله مثل الطالب النمساوي تماما. بالرغم من أن القرار الجديد شكل نافذة أمل للوافدين الجدد كي يكملوا دراستهم دون فقدان كامل مبلغ المعونة الاجتماعية، إلا أن أكبر الخاسرين هم الخريجين الذين يسعون إلى تعديل شهاداتهم الجامعية في ظل قوانين وصفت بالتعجيزية، حيث أنه في بعض الفروع يستوجب على اللاجئ العودة إلى مقاعد الدراسة لمدة 4 سنوات على الأقل ليحصل على تعديل نمساوي لشهادته السورية. تحاول الحكومة النمساوية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الوافدين الجدد عن طريق إصدار قوانين وقرارات تساعد على الاندماج. عمار دندش، أورينت نيوز، من العاصمة النمساوية، فيينا. من فيينا معي عبد العاطي كريمي، خبير في شؤون اللاجئين. مرحبا بك سيد عبد العاطي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام. لو بدأنا بلغة الواقع، ما الذي يعني هذا القرار؟ أخي الكريم، دعني أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد أن نطرح الموضوع من حيث العموميات الكبرى. نحن نعلم أن الحكومة النمساوية تضع مجهودا لا بأس به من أجل الاندماج العملي للمهاجرين واللاجئين، وتخصص لذلك مؤسسات علمية من أجل ابتكار طرق جديدة وحديثة للاندماج، وتفتح كذلك الباب أمام المهاجرين وأمام اللاجئين من أجل وضع ملفات، من أجل وضع مشاريع، من أجل هذا الاندماج. لكن للأسف نحن الجمعيات أو الأشخاص
أو المهاجرين القدامى أنا منهم أو الحديثين، لم يقدموا لحد الآن أي مشروع من أجل هذا الاندماج. وتبقى الآن المؤسسة الحكومية هي التي تقوم بالواجب وهي التي تكون السباقة لهذه الأشياء. هذه الأشياء التي الآن أتت من مكتب العمل النمساوي، وهي فرصة جديدة للمهاجرين الجدد وللاجئين من أجل إكمال دراستهم الذين لا يتعدى سنهم 30، فكانت فكرة حسنة من مكتب العمل، وهي فكرة محبوبة. وهناك الكثير والكثير من اللاجئين سواء السوريين أو العراقيين والسوريين بصفة كبيرة. سيد عبد العاطي، كيف سينعكس هذا الواقع وهذا القرار الجديد على يعني دراسة السوريين بشكل عام أو اللاجئين؟ كيف سينعكس نتائج مباشرة؟ ستنعكس إيجابية جدا، لأن هناك دراسة أن في 33% من الذين تقدموا الآن للجوء عند مكتب العمل هم من الشباب تحت 30، وفيهم فئة كبيرة جدا الحاصلين على شهادات البكالوريا السورية. وهذا البرنامج الجديد أو هذا القرار الجديد سوف يساعد بشكل إيجابي للمهاجرين الجدد. طيب، هذه الخيارات هل هي متاحة لكل اللاجئين أم فقط للاجئين السوريين؟ هي متاحة لكل اللاجئين وليس للاجئين السوريين فقط. طيب، لكن للاجئين السوريين هم أكثر عددا الحاصلين على شهادات البكالوريا هنا في النمسا. يعني ما هي خيارات أمام اللاجئ في النمسا لإكمال دراسته أو تعديل شهادته؟ ما هي الخيارات اليوم المتاحة له؟ اللاجئ السوري، وأنا أتكلم عن اللاجئ الذي قبل لجوه أو اللاجئ الذي حصل على اللجوء الإيجابي، فهو يتقدم إلى مكتب العمل، ومكتب العمل هناك مستشار أو موظف مكتب العمل الخاص بهذا اللاجئ يجب أن يطرح عليه هذه الأمور. فهناك دورتين لابد من اللاجئ أن يزورهم، وهي دورة الاندماج العملي من أجل الكفاءة أو دورة الكفاءة زائد أو تشيكين بلوس. وهنا يطرح على هؤلاء الدورات، على هذه الدورات اثنين شيئين: إما اللاجئ يريد أن يكمل دراسته فيأتي هناك برنامج وخطة موحدة تقام مع المدرب من أجل إكمال دراسته، أو يريد فقط الاتجاه إلى العمل مباشرة. طيب، هل تعديل الشهادة أمر بسيط أم هو معقد؟ يعني تعديل الشهادة بغض النظر عن إكمال الدراسة، يعني تعديل الشهادة هل هو أمر معقد أمر بسيط يعني يجري بكل سهولة؟ قبل أن أتكلم عن تعديل الشهادة أخي الكريم، يجب أن نفهم ما هو التعديل في النمسا. التعديل في النمسا يمر عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي من الوزارة أو ما يسمى هنا عند إينك ناغش أناكينونغ، وهو الاعتراف. والمرحلة الثانية هي الجلايخ هالتون، وهي المساواة أو التعديل. والمرحلة الثالثة هي نصف التسيوم. هنا كل الإخوة الذين أتوا من سوريا حاولوا أن يعدلوا شهادتهم، والشهادات تختلف من شهادة إلى أخرى. فشهادة البكالوريا مثلا شهادة سهلة للتعديل، أما شهادة مثلا شهادة الأطباء الخاص مثلا طب الأسنان أو طب الجراح، فهي شهادة صعبة للتعديل. لماذا؟ المشكلة ليس في الدولة وحدها فقط، المشكلة في الأطباء أنفسهم القدامى والجدد، لم يقدموا ولا مشروعا واحدا للتعديل. ما زلنا اليوم نذهب إلى المؤسسات الخاصة ونطرح أشياء جديدة، يقول هل أنت طبيب؟ يقول لا. يقول أين هي هيئة الأطباء؟ أين هي نقابة الأطباء؟ هل لكم مشروع موحد؟ هل لكم يعني مشروع هناك ضعف في التنسيق الأهلي المحلي للاجئين في النمسا. لكن إذا عدنا إلى موضوع إكمال الدراسة، يعني الطالب عندما أو اللاجئ عندما يدخل في الجامعات النمساوية تلغى المعونة الاجتماعية له ويعوض عنها بمنح دراسية، منح مالية دراسية. لماذا لا يتم الإبقاء على المعونة الاجتماعية؟ هناك القرار الجديد الذي سبقنا أن تكلمنا عنه، هو الذي يخص الطلبة اللاجئين أقل من 30 سنة. وهنا هذا القرار عندما يتكلم اللاجئ مع مكتب العمل، فإن المعونة أو ما يسمى الحد أدنى للمعيشة من الماجستيرات أو صندوق الضمان الاجتماعي لا يلغى، لكن فوق 30 سنة على اللاجئ كذلك أن يتكلم مع المكتب العمل وأن يطرح خطة لإكمال دراسته. فإن هو أقنع مكتب العمل فسوف لن تلغى له المعونة الاجتماعية أو ما يسمى الحد الأدنى للمعيشة. لكن أخي الكريم، حتى هناك فرق ما بين المعونة وهناك فرق والمنحة. المنحة شيء آخر، المنحة الدراسية فهي منحة مخصصة لبعض الاختصاصات
وهي محددة جدا، ويدخل فيها المنافسة بين النمساويين واللاجئين. هناك مقاعد محددة وليست لكل من يرغب بإكمال دراسته يعني. فعلا هناك مقاعد محددة للمنحة الدراسية وليس، أما المعونة الاجتماعية فهو شيء آخر، فهذا حد أدنى للمعيشة هنا في النمسا. وأنا أقول لك أخي الكريم، على الطالب كذلك الذي توفر له هذه الأشياء أنه عليه أن يحاول أن التبديل أن يدبر التدبير عفوا التدبير أن يدبر بين عمله وبين دراسته. طيب سيد عبد اللطيف، كيف اللاجئ، عذرا على المقاطعة، كيف للاجئ أن يقنع مكتب العمل بأنه سيستطيع إكمال دراسته عبر خطة يضعها ولا تلغى معونته الاجتماعية؟ يعني كيف السبيل؟ هذه الخطة هي عبارة عن برنامج أو عن المشروع، عن كونسبت يضعه اللاجئ، وأن يقول أنه يحدد السنوات، ثم يحدد المواد التي يريد أن يدرس، ثم يحدد مدة كذلك تهيئ للدراسة الجامعية. هناك التهيئ للدراسة الجامعية ما فيها اللغة وما فيها المواد التي تنقصه، هذا هو البرنامج الذي يمكن أن يضعه. عندما يضعه عند مكتب العمل وموظفين مكاتب العمل أو مستشارين مكتب العمل، عندما يرون أن الطالب اللاجئ حق له في الدراسة من أجل الاندماج العملي، فإنه سوف يأخذه بالإيجاب ومليون في المية. طيب هل اطلعت على نماذج أو ربما لاجئين سوريين استطاعوا أن يكملوا دراستهم وبقيت المعونة الاجتماعية؟ هل لاحظت هذه النماذج؟ لدينا نماذج كثيرة جدا، وهم يفوقون العشرة الآن، وكانوا عندي ووضعت معهم الخطة من أجل إتمام الدراسة وإكمال دراستهم الجامعية. وهما الطلبة لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، فحوالي 8 مرهم من أمامي وحوالي 2 عراقيين كذلك، وقبل بالإيجابي. يعني ليس هناك فرصة لمن فوق 30؟ هناك فرصة فقط أخرى، يجب على اللاجئ اللي فوق 30 سنة كذلك أن يقنع موظفه بمكتب العمل. لأن المشكلة الآن ليس في إكمال الدراسة والمعونة الاجتماعية، المشكلة أنك تقنع مكتب العمل أنه لن يضيع معك سنوات عجاف أو سنوات طويلة من أجل الاندماج العملي. لأن الهدف هو هدف واحد، هو العمل أو عمل هؤلاء اللاجئين. فإذا وضعنا خطة محكمة وخطة يعني تقنع بها مكتب العمل، فلا أظن أن موظف مكتب العمل سوف يرفض ذلك. نتمنى من لجميع اللاجئين إقناع مكتب العمل، وأن يكون مكتب العمل يعني يسر هذه الأمور. السيد عبد العاطي كريمي، خبير في شؤون اللاجئين من فيينا عبر السكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أخي الكريم، أهلا وسهلا بكم. انطلق أول مشروع اندماج في هولندا بمشاركة سوريين وهولنديين بهدف تعليم السوريين اللغة والثقافة الهولندية وإنشاء عملية تبادل بين الثقافات واللغة. تقرير مكسيم العيسى. من هذه المدينة الهولندية انطلق مشروع سوري هولندي جديد يخدم اللاجئين السوريين من جهة، ويبني جسورا بين الثقافتين الهولندية والسورية. لنتعرف عن قرب على هذا المشروع. هارموني مشروع هو الأول من نوعه في هولندا. القائمون على هذا المشروع تمكنوا حتى الآن من افتتاح حوالي 15 مدرسة لتعليم اللغة الهولندية في عدة مدن، حيث استقطبت هذه المدارس ما لا يقل عن 200 طالب، أغلبهم من اللاجئين السوريين الوافدين حديثا إلى هولندا. ويمتلك المشروع مبادرات ثقافية سورية هولندية مشتركة، إضافة إلى تعليم الهولنديين اللغة العربية، وذلك لجعل الاندماج مشروعا تشاركيا وساحة للتبادل الثقافي. لدينا في هارموني تال في قسم لتدريس اللغة العربية، وبالتالي تحقيق الهدف أو الموتو أو شعار المؤسسة اندماج أكثر وانصهار أقل، مساعدة اللاجئ الجديد على الاندماج أكثر بمجتمع الجديد، وبنفس الوقت المحافظة على الأصالة العربية أو على الطابع العربي، على العادات والتقاليد وعلى لغته العربية، لأنه بدون اللغة أنت راح تنصهر.
مدارس تعليم اللغة الهولندية التي يديرها هولنديون فقط كانت وما تزال تلقى مصاعب في جذب اللاجئين، ولذلك كان مشروع هارموني فرصة لتسهيل وتسيير شؤون الاندماج لدى الوافدين الجدد بتمويل سوري هولندي مشترك. هو مشروع مشترك بين أساتذة سوريين وكذلك أساتذة هولنديين، لكن هو مشروع قانوني ومؤسسات معترف به قانونيا في هولندا. يعني التمويل الأساسي هو يأتي من المؤسسة الخاصة بتمويل الاندماج وتمويل قروض اللغة الهولندية للاجئين، فإحنا نعتمد بالتمويل الأساسي على هذه المؤسسة الديو يسموها في هولندا، هذه مسؤولة عن الاندماج وعن تعليم اللغة لأننا مؤسسة قانونية معترف بها. إضافة إلى الإدارة المشتركة لهذا المشروع التي تسهل الإجراءات، يشعر اللاجئون السوريون بارتياح في مدارس هارموني خصوصا من ناحية إبرام عقود دورات الاندماج. هلا مستوى المدرسة جيد بالنسبة لي، ممتاز بالنسبة لي كوضعي أنا كطالب. يعني هون أول شغلة هون العقد 3 شهور وكل 3 شهور بجدده أنت، هذا الشيء كثير بريح الطالب أول شغلة. باقي المدارس عم توقع أنت عقد لسنة أو لمدة 6 شهور أقل شيء، وهي إذا رضيوا 6 شهور وبتسحب معك. هون مثلا أنا حبيت غير فيني غير، ولهلأ أنا شايف الوضع أنا هون تمام. يعني عنا أستاذين، أنسة أول شيء دارسة ألسون وكذا وإتقان اللفظ، وعنا أستاذ قواعد ما قواعد والقصص. جدير بالذكر أن مدارس هارموني يشارك فيها ما لا يقل عن 25 مدرسا هولنديا وتضم حوالي 30 دورة مستمرة، إضافة إلى توزع المدارس في 10 مدن هولندية. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، لايدن. كثيرة هي المواقف التي يتعرض لها السوريين في دول العبور وكذلك في دول اللجوء. نودعكم مع أحد هذه المواقف عبر هذا الفيديو التمثيلي. إلى اللقاء.